والكهرباء تعتبر مصادر حيوية في الحياة لا غنى للإنسان عنها، فالماء لولاه لما بقي كائن على وجه الأرض، والكهرباء نور الحياة، سهلت العمل وتشغيل الآلات وإنارة البيوت في الليل وتشغيل المصانع، ولكن هناك من يسرف في الاستعمال فيبذر طاقة لا مثيل لها. الترشيد قبل أن يكون واجب وطني فهو واجب ديني، لذلك فإن الإسراف في استهلاك الماء وفي استهلاك الكهرباء له تأثير سلبي وغير صحي، لذلك كان لابد من نشر ثقافة الترشيد بين جميع فئات المجتمع، وذلك عن طريق وضع برامج وفعاليات تغير الأنماط والعادات السلوكية اليومية. إن ترشيد استهلاك الماء والكهرباء لا يقصد بهما هنا الحرمان من استخدام المياه والكهرباء كلياً، بقدر ما يقصد بهما ومن ورائهما هو العمل على تربية النفس والسلوك والتوسط والاعتدال وعدم الإسراف فيه، ومن ثم الاستفادة من نعمتين من نعم الله علينا. لا والله ما أعرف كم يعني تكون تكلفة كيلو واط للدولة و... تستهلك الكويت يعني آلاف الكيلو واط الكهرباء والماء يعني دولتنا الحبيبة الكويت يعني صراحة. لا والله صراحة ما أعرف كم كيلو واط يصرفون باليوم. تروالي 1000 كيلو واط تروالي يعني أو 1000 غالون. نعم صحيح في إسراف، وإسراف هذا ملحوظ يعني في البيوت وبالذات فترة الصيف يعني يكون صجة الإسراف كثير مشاهده. دولة الكويت فيها استنزاف كبير يعني بالكهرباء والماء الصراحة، يعني هذا اللي قاعد نشوفه يعني بالمباني الجديدة، الأنوار كلها شقالة، بالمياه يعني الناس أو اللي يقصرون سيارات يعني يستنزفون الماء يعني بدون ما يعني ياخذون حيطه والحذر على الماء يعني صراحه. طبعا المواطن الكويتي لانه تعود انه يصرف من قبل سنين وايد سنين والحكومه ما قاعده تاخذ منه فلوس فهو مصرف، وانا واحد من هالناس. في استنزاف وايد طبعا من قبل هم الايدي العامله اللي عندنا، ويعني في ناس والله يعني يقولوا لهم لا تصرفون، بس بعد ما في رقابه قويه عليهم. لا والله أنا ضد رفع الأسعار ضد الكويتي، لأن الشعب الكويتي يستاهل كل خير يعني، وما يحتاج أن يرفعون الأسعار بل يقوون الكهرباء أحسن. رفع الكهرباء والماء على المواطنين صراحة ما أيدها، لأن صراحة يعني إحنا يعني عايشين على اللي نقدر يعني نصرفه. أنا مع رفع التكاليف بالإسراف، يعني إذا كانوا قاعد يصرفون بالكهرباء يرفعون عليهم الكهرباء على أساس إن في ناس راح من تدفع فلوس خلاص بعدين تقوم تتحفظ وتقوم تطفي الليتات وتقوم تطفي المكيف. لا 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 لا، لأن الكويتي يستاهل والحمد لله ديرتنا بخير، فليش ما نتمتع إحنا بخيرها؟ ليش نخلي غيرنا يتمتع بخيرها؟ يصير ترشيد وبدون تبذير والحمد لله، والله يحفظ الكويت.
معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم تتزايد في الكويت، حيث يحتل مرتبة تتراوح بين الأولى والثالثة لدى الرجال والثانية عند النساء بعد سرطان الثدي. لذا ارتأت العديد من الهيئات الصحية وجمعيات النفع العام بالتعاون مع وزارة الدولة إقامة حملات توعية تتخللها ورش عمل ومحاضرات ولقاءات توعية من أجل تعزيز الوعي أكثر لدى الجمهور بخطورة سرطان القولون والمستقيم. هذه الحملات تهدف في مجملها إلى التوعية بالنمط الصحي للحياة بشقيه التغذية السليمة والنشاط البدني من أجل التقليل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. فالإصابة بهذا المرض أصبح أمراً يمكن تفاديه من خلال التوعية والبرامج المستمرة والتقدم الجراحي والتقني. هذه الحملات تعد علامة مضيئة في طريق التوعية والعمل التطوعي، لا سيما وأنها حريصة على الاهتمام بكل ما يخص سرطان القولون والمستقيم وسبل الوقاية منه من خلال توسيع مجال التوعية على مستوى شرائح المجتمع. لا حقيقة ما يعني ما شفت، أو إني أنا بالأحرى يعني ما اطلعت أو ما أدري عن الموضوع هذا، يعني ما عندنا علم كافي من أن الفحص الدوري، يعني نتفاجأ يعني بعض المرات إنه والله فجأة حملة إعلامية، لكن على مدار السنة ما قاعد نشوف. صراحة لا، لأنه هو أوريدي سرطان القولون نادر ما الواحد يسمع فيه، وحاليا يمكن خلال 5 سنين بالبلد هاي أول مرة بسمع سرطان القولون منك هلا، فما سمعت بتوعية سرطان القولون قبل هيك. هو حقيقة قد إنه يوجد فحص دوري، ولكن المجتمع ما عنده توعية كافية من هذا الموضوع، فيجب على وزارة الصحة أن تسلط الضوء على هذا الموضوع من الناحية الإعلامية وتجتهد في هذا الموضوع، لأنه مهم جدا حقيقة. لا بتاتا ما في توعية، كسرطان القولون ما سمعنا فيه ولا سمعنا توعية.